مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من حلقاتنا الاستثنائيه. زي ما حكينا لكم احنا احيانا راح نطلع لكم بحلقات هيك حلوه الساعه 5 والساعه 11 بتوقيت اوتاوا تورونتو نيويورك طبعا. فاليوم حتكون معنا حلقه رائعه انا والاستاذ محمد تميمي. اهلا وسهلا استاذ ابو حميد. هلا هلا والله يا دكتور جمال. اليوم حلقه بسيطه سهله جدا، اي واحد بده يحضر هالحلقه أكيد راح يدفع له أبو 40 50 ألف 60 70 ألف دولار يعني بس عشان يحضر هاي الحلقة. اليوم حنحكي عن القروض العقارية. إذا واحد بده يشتري بيت شو بده يسوي؟ كيف بده يلاقي القرض العقاري تبعه؟ كيف بده يلاقي أفضل قرض عقاري؟ في برامج بتسويها الحكومة راح نسمع عنها ونسأل عنها، راح نسأل عن البنوك الإسلامية، عن القروض الإسلامية، حنسأل كل هاي الأسئلة. بس مين بدنا نسأل أفضل من خبير ومستشار عقاري؟ عشان هيك اليوم استضفنا الخبيرة والمستشارة العقارية الأستاذة سارة بن زرقة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سارة. أهلا وسهلا، أهلا بالجميع. أهلين أستاذة سارة، كيف الحال؟ الحمد لله، كيفكم أنتو؟ يا هلا. طبعا يعني اللي يشغل بال اي قادم الى كندا الى بلاد المهجر كيف سيؤسس حياته الجديده، واول ما يشغل باله في تاسيس حياته الجديده هو السكن. ومن الطبيعي حين يفكر بالسكن ان يفكر بتمويل هذا السكن. فبدايه خلينا نسمع القصة من البداية والحكاية من البداية أستاذة سارة. هل أكيد. يمكن للإنسان المحدود الدخل أن يمتلك بيتاً في كندا؟ أكيد، على حسب سعر البيت. إذا حدا جاي جديد على البلد أكيد ما عندوش خبرة، ما عندوش شغل، ما عندوش كريديت سكور. بس في برامج وفرتها الحكومة لنيو كامر لما يجوا على كندا، فيهم يشتروا إذا عندهم شغل أفتر 3 شهور من الشغل ممكن يقدموا على قرض، وعلى حسب الراتب ممكن نحدد قيمة سعر البيت. وفي برامج ثانية كمان إذا حدا جاي على البلد جديد وما عندوش شغل كمان ممكن يشتري بيت، بس في شوية conditions إنه لازم يحط 35% كدفعة أولية، وكمان يكون عنده بالأكاونت 12 شهر دفعات للمورجج والتاكسس لمدة 12 شهر. يعني مش هتحجز عليه البنك، بس بدهم يتأكدوا إنه المبلغ موجود بالبنك. طيب خليني أنا أبدأ يعني بلغة الطفرانين حالاتي وأبدأ أحكي عن البرنامج اللي بتحكي عنه حضرتك، اللي هو برنامج اللي بدون عمل. ممكن تعطينا تفصيل اكثر كيف بدون عمل وبده ياخذ مورجج، واكيد في حيكون عليه اقساط بده يسددها. اكيد هم مشان هيك بدهم يتاكدوا انه الشخص عنده 12 شهر انكم، لانه هو they think انه 12 شهر ممكن يلاقي شغل، ممكن يكون قادر يسدد الدفعات. مشان هيك وكمان لما يحط 35% فسعر المورجج يكون اقل كتير، والمونثلي بايمنت يكون كمان قليل كتير. فهم يتاكدوا انه في دفعات لمده 12 شهر، وكمان يعني البنك يسأل إنه الشخص يعني الدجري تبعه إذا فيه يلاقي شغل على السريع، يعني كمان ياخدوا باعتبارات كثير. ممكن ناخذ اكزامبل اللي يوضح المسألة، يعني بيت بسعر معين، شخص إلى الآن بدون عمل ومعه مبلغ معين، اكزامبل كامل ممكن توضحي لنا فيه. هما ما يحددوش اكزاكتلي سعر البيت، لانه ما فيش، لانه يوجوالي احنا عندنا حسابات نعملها مشان نقدم الماكسيمم البيرتشيس برايس، بس لانه المهم انه يكون عنده 35% من سعر البيت. نعم. خلينا نحكي مثلا 400 الف سعر المنزل يعني مثال. لازم 35% من حق البيت دفعه اوليه تكون موجوده بالبنك،
وتكون هون بكندا، لأنه في عالم بدهم يجيب لسه يجيبوا المصاري من برات البلد. لو الداون بيمنت لازم يكون موجود بكندا، ولازم كمان 12 شهر دفعات، لأنه نحسب المونثلي بيمنت تبع المورجج، فلازم يكون عنده 12 يغطي 12 شهر، وكمان التاكسس تبع البيت اللي هي 1%. إذا أنت بدأتي في حالتين، للقادم الجديد المواطن اللي جاي معاه بي آر أو yes. كندي جاي يرجع على كندا بده يشتري بيت، في حالتين. في حالة الأولى اللي هو ما عنده عمل، لسه ما عنده عمل، لازم يكون معاه 35% من قيمة البيت yes. زائد مبلغ يغطي المورجج لمدة سنة في البنك. المورجج والتاكسس تبع البيت. والتاكسس. Property taxes. واللي هي مش تقريبا يعني نحكي 1% من سعر البيت. Yes. كل سنة. كل سنة. والثاني اللي هو وجد عمل، أوكي yes. لازم يكون عنده عمل 3 أشهر. يكون خلص 3 أشهر. دخل عنده دخل 3 أشهر صحيح هذا. لأنه يجري هون بكندا لما تبلش شغل جديد عندك probation period of 3 شهور. أوكي يعني العمل مثلا أنا بدي بشتغل في سوبر ماركت، هل هذا يعتبر عمل؟ نعم يعتبر عمل. أي عمل يعني؟ أي عمل، بس بعدين إحنا نعمل حسابات مشان نعرف الماكسيموم بيرتشيس برايس، يعني سعر البيت اللي ممكن يتحمله الشخص على حسب الدخل الشهري. فيوجد يكون الدخل يكون أربع مرات الدخل الشهري تبع الشخص هو البيرتشيس برايس. طبعا أنا بس بدي أذكر الجمهور إنه تقدروا تكتبوا أسئلتكم في الكومنت، إذا عندكم أي أسئلة إحنا إن شاء الله حنجاوب عليها أول بأول مع المستشارة العقارية. تفضل سامح. طيب يعني إذا إحنا بنتكلم عشان المثال يكون واضح أكثر، إذا إحنا بنتكلم عن بيت ب 200,000 دولار، فهو القادم الجديد لازم يكون في عنده 70,000 دولار، هذول حيحطهم داون بيمنت. وبنفس الوقت المتبقي اللي هو 125,000 دولار، هذول 125,000 دولار لازم يكون في ضمان على إنه ممكن يسدد 12 شهر من المورجج. في هاي الحالة ال 125,000 دولار ممكن يكون الدفعة الشهرية تبعها مثلا لتسي 2,000 دولار مثلا، الدفعة الشهرية إذا كانت 2,000 دولار فحيدفع 24,000 دولار لازم يكون موجود عنده. وبالتالي بده يكون عنده اللي بيحكي عن 200,000 دولار سعر البيت، بنحكي عن حوالي 120,000 دولار لأنه شامل للتاكسز، فبده يكون معه حوالي 120,000 دولار عشان يشتري بيت 200,000 دولار بهذا الشكل. أكيد. طب نعم. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، هل تري إنه أنا كمواطن جديد جاي على كندا سواء بي آر أو راجع على كندا أشتري منزل ولا أتأجر؟ وين انت نصيحتك كمستشارة عقارية؟ اكيد لما تأجر يعني ما مش حتستفاد شيء من التأجير، لان بس لما تشتري بيت عم تدفع دفعات للبيت، والبيت يعني حتى الايكويتي تبع البيت ترتفع سنة بعد سنة. يعني اذا بتحسبها مدة سنة يعني المينيموم انه 3% البيت يطلع بالفاليو. سو انت عم يو ار بيلدينج ايكويتي بالبيت. وكمان لما تأجر يعني حرام عم تكب مصاريك بالشارع، لأنه مش حيرجع لك شيء من الأجار. فإذا يعني إحنا يوجولي لما نحكي مع الكلاينت نقول خلينا نجرب ونشوف إذا فينا نجيب لكم مورجج if you can، ويعني you think إنه حتلاقي شغل، خصوصا إذا كان ما عندوش شغل، نقول له الأحسن تشتري أكيد، لأنه عم تدفع من يعني في الرنت من غير يعني مش حيرجع لك. طيب أنا عندي 2 cases، السلف إمبلويد واللي بيشتغل برا كندا، هو معه بي آر موجود في كندا، بيروح وبيجي، ممكن بيشتغل دائم في برا كندا، هذا وين بتصنفيه، بالبرنامج الأول اللي من غير عمل ولا بالبرنامج الثاني؟ لا لما قلنا نيو كامر معناته لازم يكون ساكن بكندا. أوكي. اللي يكون أهله يعني في ناس أنا أعرف أصدقاء أهلهم موجودين في كندا، أولادهم في كندا، وفي لهم يعني أدرس في كندا، لكنهم بيشتغلوا برا كندا.
هذول ايش بنصنفهم؟ من اي صنف؟ هذول نصنفهم النون ريزيدنت، مش هم كنديين بس ساكنين في البلد، فهذول تنطبق عليهم نفس القصه تبع 35% بالشهر. بس اتس ا بروجرام ثاني اسمه كمان نون ريزيدنت. نون ريزيدنت. طيب انا بدي اسال سؤال، انا بدي اروح اخذ مورجج او بدي اخذ قرض عقاري من البنك، هل لازم اعمل تجهيزات لنفسي؟ يعني زي المريض اللي بروح على غرفة العمليات لازم ما ياكل 24 ساعة وما يشرب 8 ساعات و هل انا لازم اسوي نفس الاشي؟ في عندي preparation اسويها قبل ما افكر في هذا، ام اي وقت ممكن اروح اخذ القرض؟ اكيد هو احنا usually بنفضل انه الكلاينت يشوف الكريديت سكور تبعه، فاي حدا ممكن يدخل على Equifax وفي فور سمول فيه يشوف كم الكريدت سكور. اذا الكريدت سكور كويس فيك تروح على البنك ما فيش مشكله، بس اذا الكريدت سكور ناقص كتير فاحنا الاحسن تشتغل مع مورجج ايجنت مشان يورجيك الخطوات مشان تحسن المورجج، او في كمان البي لندرز اللي دي اكسبت، لانه في اي لندرز وفي بي لندرز. في بي لندرز دي اكسبت كلاينتس اللي ما عندهم الكريدت سكور كثير واطي، وبعدين بعد سنه ممكن يغيروا على البنك. ايش الكريدت سكور وايش واطي معناه؟ خلينا نشرح للناس. ما في ارقام اي شيء فوق ال 680 از جود كريدت سكور، ومعظم البنوك يقبلوا 680. طبعا هو من 900 احنا بنحكي، من 900 يس. نعم. سوري يعني احنا بنحكي عن الكريدت سكور اللي هو الدرجه او الريت تبع الكريدت تبع الشخص، هل هو عنده مصداقيه في الكريدت تبعه، الهيستوري تبعه في الكريدت واستعماله للكريدت، القروض والسداد اللي تعامل فيها خلال وجوده في كندا ومصداقيته في السداد، هذا هو اللي بيقيسه الكريدت سكور. هذا هو الكريدت. نعم. البنك بده يتأكد إنه الشخص مع، لأنه لما تتأخر على دفعات الكريدت سكور ينزل كتير. فيعني إحنا يوجولي نقول للكلاينت إذا عندك كريدت كارد حتى إذا ما عندكش المبلغ الشهري ادفع المينيموم بايمنت اللي هو يوجولي إتس لايك 10-50 دولارز. لما تدفع المينيموم داون بايمنت ما يكونش عندك ليت بايمنت، لأنه إذا في أي ليت بايمنت راح يأثر على الكريدت سكور. القادم الجديد بيكون ما عنده كريدت سكور، ما عنده بس سو يوجوالي البنك اذا بقاله شويه وقت هون بكندا يطلب يشوف انه هيز باين الرنت، هيز باين يوتيليتيز، عم يدفع الكار انشورنس، سو بدهم يشوفوا يتاكدوا انه عم يدفع شوي. اذا حدا جديد يعني ما عندوش ولا كريدت ممكن اذا فيه يجيب كريدت من هيستوري من برات كندا انه كان يدفع الاقساط اللي عليه. يعني أو ممكن برضو هاي تسووا فيهم يعملوا exceptions. طب أستاذي سارة، يعني شخص يعتقد إنه المستشارين العقاريين عاملين زي مصيدة بيحكوا للناس القروض البيوت، اشتري بيت هو أفضل لك، هو أمن لك، هو أحسن لك، وبعد ذلك بيبدأ هو وبيشتري، بيروح المستشار العقاري يعني مرتاح في بيته، هادئ البال، مطمئن، وصاحب العقار مش عارف يسدد، مش عارف من فين يجيب سداد القرض، وفي الأخير مهدد إنه ينسحب منه كل شيء. فإيش ممكن نحكي لهم لهؤلاء الأشخاص اللي بيفكروا بهذه الطريقة؟ لا انا هذه طريقه غلط، لانه احنا كونسلتنت نشتغل مع الكلاينت، يعني احنا مش تابعين للبنوك، احنا نشتغل مع الكلاينت ونشوف البيست انترست للكلاينت، ناخذ كل معلومات من عند الكلاينت ونعمل ستدي تبع الفايل تبعه، وبعدين اذا وي ثينك انه ممكن يكون عنده مشكل ما فيش يسدد الدفعات فنقول له يعني استنى شوي او يغير شغله، او اذا عنده كثير كريدت ممكن يدفع شوي كريدت بعدين يشتري بيت. سو بس يعني غلط انه احنا وي دونت كير اباوت ذا كلاينت، بالعكس، لانه هذه الريبيتيشن تبعنا. سو وي ار هير تو هيلب كلاينت،
we do our best, and we like Anna, for example, when I buy for when I help someone to buy a house, I بتعامل مع الفايل كأنه الفايل تبعي أنا حشتري البيت. ف يعني reputation تبعنا بالمجال هون. So we have to make sure إنه the client is comfortable. ويعني ندرس كل الفايل, يعني الفايل before ما نبعته للبنك. يعني أنا بس لأنه سؤال متصل في الموضوع, هل كل يعني المورجج ايجنتس الموجودين are the same, يعني كلهم زي بعض, كل المستشاري القروض العقاريين مثل بعض, كلهم بيخافوا على الكلاينتس تبعهم, كلهم على نفس السوية, ولا احنا بنميز؟ يعني في تمييز, كيف اختار انا مستشاري العقاري بمعنى اخر؟ هو يوجوالي لما تقعد لازم تشوف انه اذا في ريفيو على المستشار العقاري, تسال يعني اذا عنده, تسال اذا ممكن تسال تطلب منه ريفرنس انه if he worked with clients, ممكن تتصل بكلاينت وتسال يعني كيف اشتغل مع الكلاينت. وكمان sometimes لما تقعد مع المورجج ايجنت تحس اذا كان يعني thinks about you or بده بس يبيع لك. اوكي. طيب أنا بدي أرجع على هذه النقطة, بس في سؤال من زكريا بقول أنا عندي ديسك وما بقدر أشتغل ومسجل disability, عنده إعاقة, هل بقدر يشتغل بيت وما عنده عمل؟ هو disability إذا عنده راتب شهري من disability ممكن نستعمل الراتب ونحسب الماكسيموم, لأنه نحسبه على أساس income, وممكن نجرب مع البنك ونقول إنه this is the maximum he can purchase and we go from there. أوكي. أنا حاطط هون برضو معلومات الأستاذة سارة اللي بحب يتواصل معها مباشرة. سكرية بيسأل, وهذا السؤال يمكن اللي بدنا نحكي فيه بس يمكن بعد شوي, اللي هو الشراء بدون, خلينا نرجع له لهذا السؤال ما دام أنت بديتي تحكي عن المورجج بروكر و مواصفات المورجج بروكر. أنا بدي أروح على المورجج بروكر, شو بيكلفني هذا الشيء؟ قديش بدفع استشارة للمورجج بروكر؟ قديش بأخذ نسبة من القرض اللي بدي أعطيني إياه؟ شو التبعات علي إني أستخدم هذا المورجج بروكر؟ إحنا لما نشتغل مع الـ A lenders it doesn't cost anything to the clients. It's a free consultation, free, and we negotiate the best rate like clients. Sometimes لما تشتغل مع real estate broker broker يجيب لك احسن rate من البنك, لانه يشتغل مع like for example احنا نشتغل مع 70 financial institutions. So we join every day we have different rates, so usually على حسب client, على حسب product اللي we will use, and we can negotiate the best rate for the client. اذا we had to go to B lender, إذا A-lender ما بتشارجوا أي شيء, صفر. أوكي. B-lender we charge 1%. 1% تخذوها من المورجج ولا من الكلاينت؟ من الكلاينت. أوكي. طيب. Can you define شو A-lender والB-lender؟ A-lender هما البنوك الكبار اللي معروفين, يعني TD, RBC, سكوشيا. في كمان financial institutions يسموهم virtual banks, ما عندهمش really branch, بس they are specialized in mortgages like MCAP, and بس B lender هما more flexible than A lenders, and فينا نستعملهم for example حدا عنده يشتغل as stated income, عنده مطعم for example, وعنده كتير expenses, so لما يعمل tax بآخر السنة يكون عنده الجروس انكم والنت انكم, لما ينزع كل الاكسبنس يكون عنده نت انكم, فالنت انكم sometimes ما يكفيش مشان كواليفايد كلاينت للاي لندر, so we go مع البي لندر لانه البي لندر they use الجروس انكم, they reduce some expenses but not as much as the A lender. وعادة في فرق بينهم في الريت, في 1% rate, and they charge as well 1% extra fees. So إذا الكلاينت يروح مع البي لندر يكون عنده 1% extra من for the rate and 2% as fees.
1% للأوفيس تبعنا و 1% للندر. 1% من كل المبلغ؟ من كل المبلغ تبع المورجج، مش سعر البيت، المورجج بس. أوكي، يعني إذا أخذ 100,000 بندفع لكم 10,000 لكم؟ لا، 1% is 1000. أوه، 1000 لكم، 1000 للندر. بدك تدفعنا 10,000 يا دكتور، الله يسامحك. انا بالحسابات احنا الألف شايفينها كثير، بدك تدفعنا. انا اكثر من 1000 بوقف. انا اكثر من 1000 خلاص قلبي بيوقف. طيب انا بدي ارجع اسال على موضوع المعلومات اللي بيعطيها المستشار العقاري او النصائح اللي بيعطيها المستشار العقاري. بدي اخذها بشكل احصائي. لو أخذنا عدد البيوت اللي تم تأجيرها، سوري، اللي تم شرائها وتعثر أصحابها، نسبتهم من كامل اللي تم شرائهم بدون ما يتأثر ويتعثر أصحابهم، هل في نسبة معينة إحصائية معينة موجودة عندنا؟ هي يجب تكون قليلة كتير، لأنه usually العالم لما يكون عندهم they think إنه عندهم مشاكل بالدفع بيبيعوا البيت. إحنا لما نشتغل مع clients نقولهم إذا حسيت إنك يعني في مشكل وما فيكش تدفع المورجج، الأحسن تبيع البيت، لأنه حتى إذا تأخرت بالدفعات هذا حيأثر عليه إذا بده يبيع البيت ويشتري مرة تانية. طيب عفوا، إذا الآن بده يبيع البيت، حيبيع البيت بخسارة ولا حيبيع البيت بدون خسارة؟ أنا على حسب خبرتي من ساعة ما بلشت البيوت عم تزيد، يعني at least 1%. أوكي، يعني ما في خسارة كثيرة، يعني حتى التاكسس تبعه ما بيخسرها. التاكس تبع البيت، التاكسس اللي بتكون محملة على البيت في شرائه. لا، التاكس هذا البروبرتي تاكس اللي يدفعها على السيتي اوف اوتاوا، هذه يدفعها ادير، مش داخله بالمورجج. اوكي. طيب هلا بدنا نسال، ما دام بدنا نسال عن البي لندر والاي لندر، اكيد في سؤال عند كثير من الناس بقول لك انا بدي فوائد او مش فوائد، بدي قرض حلال. هل في هناك بنوك او لندرز سواء اي او بي بعطوا هذا الشيء؟ هل هذا موجود؟ نعم، هذا موجود في كندا. في كتير financial institutions بيقدموا قروض إسلامية. هما كيف يشتغلوا؟ For example، انت تشتري بيت ب400,000، هما يقول لك نبيع لك البيت نزيد عليه لك 10%، تلحق البيت 440,000 ويقسطوا لك إياه لمدة 20 سنة أو 25 سنة. طب وين بتشعري في فعلا فائده يعني موضوع الربا هذا؟ واكيد يعني دينيا مفتى فيه، وفي فتاوى، واللي بده يدخل في الموضوع الفتاوى اعتقد واضحه، احنا مش هون. بس هل فعلا ال 440,000 لو انا رحت على البنك حيأخذ نفس المبلغ ولا بيختلف، ولا حيكون اقل ولا اعلى؟ هو المبلغ يكون اعلى شوي، اعلى من البنوك، اعلى من البنوك الاسلاميه. كم يعني البنوك الاسلاميه اعلى ولا البنوك العاديه، البنوك تي دي والايلندر؟ البنوك العاديه اعلى. اوكي. في طيب ممتاز. اوكي. هذه البنوك الاسلاميه كمان they charge client كثير fees as well، يعني انا ما عنديش خبره معاهم الصراحه، بس يعني بسمع من كلاينت يقولوا لي انه راحوا لعندهم بس حسوا انه في كتير فيز يدفعوها، فمشان هيك يرجعوا على البنك. اوكي، يعني الديفرنس هذا بيروح على التشارج او الفيز اللي بتروح للبنوك نفسها. في عندهم ادمن فيز، وعندهم فيز بيناليتي فيز، وفي كتير فيز كمان يعني تو بروتكت يعني الريسك. وين ممكن الشخص يحس حاله أكثر أماناً بالنسبة لحفاظه على البروبرتي تبعه؟ مع أي جهة من الجهات التمويلية هذه؟
هو كل الجهات يعني بتعطيك المورجج يعني وعندك دفعات شهرية ويعني البيت يبقى لإلك، يعني لما تخلص الدفعات البيت حيصير لإلك. يعني هم يسجلوا المورجج على البنك اللندر، بس انت انت صاحب البيت، بس أوكي. تخلص كل الدفعات البيت كله يتسجل على اسمك، يعني يصير البيت لإلك. يعني في الحمد لله هون بكندا في كتير بروتكشن للكلاينت لما يروحوا مع any financial institutions. حتى some people يخافوا من البيلندرز، بس they are really regulated مع الحكومة. أنا معلش بدي أسأل سؤال أكثر عملية، يعني يكون عملي أكثر. أكيد. حدود البيوت الآن بعد ما شفنا يعني السخونة في المنازل خلال السنوات السابقة، بعرفش وضع كورونا الآن طبعا حنيجيله ونسأل عنه، لكن أسعار البيوت الآن يعني تتراوح، خلينا نحكي عن المينيمم المتاح، المينيمم المتاح، بلاش نحكي عن الماكسيمم لأنه الماكسيمم زي إمكانيات الدكتور جمال هذه ما صعب نحدها بحدود والحمد لله. فخلينا نحكي عن المينيمم. في بيت بسبعة مليون في بدكينة اللي وراي هي شايف الحديقة. أنا شايف عشان هيك بحكي. فإذا حكينا عن المينيمم فين الأرقام، كم بتحكي؟ هون إذا بدك تشتري بيت لك سمارت تاون هاوس يكون مش فري هولد، يكون عليه فيز لك مانثلي فيز تابعة للمينتنانس. سو اتس من 280 ألف، يعني هذا المينيمم اللي عم بنشوفه هلا. بس اذا بدك في اوتوا طبعا احنا بنحكي عن ماركت اوتوا يا جماعه. يس اكيد. بس أوكي. شفنا يعني ارتفاع ريلي غريب بالاسعار هون باوتوا، كانت كتير ستيبل، بس من اربع خمس سنوات عم نشوف ارتفاع كبير بالاسعار، يعني عم يرتفع من 5-10% افري يير. سو هلا يعني اذا بدك تشتري بيت كويس تاون هاوس يعني you are looking at 450 ل 5 حتى ل 500 لا يعني لعيلة of four people. يعني هو الارتفاع الأسعار هذا صار أعلى من ارتفاع من سعر الفائدة اللي عم نأخذها اللي هي تقريبا الآن بين 2-3% صحيح الفائدة صح. الحالية صح هلا تحت 3%. طيب الآن احنا حكينا عن البروجرام الأول اللي فيه 35% بداون بيمنت بتندفع. الآن واحد لسه بيشتغل شغله كويس في عنده دخل لكن ما عنده مبلغ الداون بيمنت هذا متوفر، هل في له برامج تساعده ولا ما ملوش حل يستنى؟ بلا في برامج. هلا إذا في إذا بدك تحط less than 20% يعني ما عندكش داون بيمنت at all، إذا عندك RRSP ممكن تستعمل RRSP. يا عيني عليكي يا عيني عليكي. ايوه هذا ترى يعني انا عملت عنه فيديو قبل يومين ثلاث، وصراحه يمكن انا حكيت مع 10 مورجج بروكر ولا واحد كان يجيب سيرته. يلا انقذيني. الار اس بي في نوعين من الار اس بي، في لايك سام بيبل عندهم ار اس بي مع الشركه فيكون لوكد ان ما فيكش تطلع منه مصاري، فالكلاينت he has to be careful which RSP he has. So إذا عنده locked in ما فيش تستعمله لغاية الريتايرمنت، بس إذا عندك أنت you are contributing to RSP أو حتى مع الشغل sometimes عندك RSP open فيك تستعمل. الحكومة زمان كنا نستعمل 25,000، هلا من السنة اللي فاتت تغير ل 35,000 فيك تستعمل maximum of 35,000 للشخص الواحد. إذا كانوا couple كل واحد عنده RSP ممكن تستعمل ماكسيموم اوف 70,000، وهذا بس هذا اونلي للفيرست تايم هوم باير اللي يشتري اول مره. راحت علي. طيب يعني بالاخير RSP بده يكون معه مبلغ موجود RSP وحيدفعه داون بيمنت اوكي، وحيستخدمه فقط لشراء المنزل الاول اوكي. واي ثينك انه هون بنحكي عن الميز البريفيليج تبعه او الادفانتج تبعه انه ما بكونش عليه تاكسس صح؟
لا ما ي... ما ي... ممكن تطلعوا بس لازم ترجعوا لمدة 18 سنة، تعمل monthly like yearly payments وترجعوا okay. لمدة 18... لازم قبل 18 سنة تكون رجعت كل المصاري يعني الأخر. تقريبا 2000 بالسنة بنحكي احنا على ال... yes. تقريبا اوكي okay. بس انا الان الشخص اللي ما عنده داون بيمنت ات اول هذا في برامج تساعده؟ هو في ياخذ قرض من البنك لك لاين اوف كريديت. اوكي لا يوجوالي لما تاخذ لاين اوف كريديت احنا حنستعمل المونثلي بيمنت از لايبيليتي للمورجج فينزل لك شوي السعر تبع الماكسيمم بيرشيس برايس لانه اذا اللاين اوف كريديت بدك تدفع $300 بالشهر عشان ترجع اللاين لازم نزيدها as liability. اوكي طيب سؤال من رنا واعتقد انه هذا سؤال من اي واحد بقول لك هل اختيار العميل العقاري او المستشار المورجج لانه لا في ريال استيت وهذا اعتقد هون بتحكي عن المورجج بروكر يؤثر على النسبه قصدي سمعته علاقته مع البنوك ام هي ستاندرد النسبه هو لا ما ياثرش على السمعه لانه احنا نشتغل مع البنوك والبنوك يدفعونا بس ما ياثرش هذا على نسبه اللي نقدمها للفائده اللي نقدمها للكلاينت أستاذة سارة يعني أنا مثلاً أنت مستشارة عقارية والأستاذ محمد مستشار عقاري أنا قدمت لك الفايل تبعي بتجيبي لي نسبة هل ممكن أنها تختلف عن النسبة اللي جاب لي إياها مستشار محمد؟ ممكن yes ممكن على حسب الـ how المورجج agent negotiate the rate. أوكي okay. يعني so. حسب قدراته في النيغوشيشن مش yes. حسب الريبيتيشن تبعه لا مش حسب الرتب لانه الفايل يروح باسم الشركه بس ما فيش ولا دخل بين الريبيتيشن وال لانه يوجوالي البنك يتعامل على مع الكلاينت از ا فايل مش مع مع المستشار العقاري سو العلاقه بين الكلاينت دايركتلي مع اللندر ويشوف الكلاينت اذا عنده جود كريديت اذا ما عندوش كولكشنز هيك يحددوا النسبة بس ما يأثر الريبيتيشن تبع المستشار طيب احنا بدأنا بالناس اللي محدودي الدخل او دخلهم بسيط او لسه ما اشتغلوا او نيوكامرز وشغلهم لسه بادئ تكلمنا عن البرامج اللي ممكن تساعدهم وحكينا انه في لهم برامج وحتى فيهم لو مش مستطيعين انهم يدفعوا داون بيمنت بالمرة ممكن هذا الكلام ياخذوا قرض والقرض يتحمل على الدفعات وينحسب في الأخير كم هم حيدفعوا شهريا بشكل كامل وهذا الكلام بيناقشوه مع مستشارهم العقاري طيب الآن ناس لا بيشتغلوا وعندهم دخل جيد وممكن يكون عندهم متوفر داون بيمنت داش تحكي بيغطي كل المبلغ المطلوب لكن بيغطي جزء منه ايش هو البرنامج الافضل اللي يشتغلوا عليه هو اي حدا عنده شغل وستيبل عنده جود كريديت ممكن يشتري 5% داون بيمنت والمينيمم از 5% اوكي سو 5% وفي كمان بروجرام جديد هو اللي هو الحكومه تعطي كمان 5% على البيت على تعطيها زي قرض من غير فائده للفيرست تايم هوم بايرز از ويل يشتروا اول خلينا شوي نفهمها هذه بمثال يعني انت حكيت لنا انه البيت المعقول الان حوالي 500,000 فال 5% من 500,000 بيطلعوا كم 25,000 25,000 يس 25,000 الحكومه بتضيف عليهم 25,000 كمان الحكومه تعطي 5% للبيت الجديد البيت الموجود بالسوق و10% لبيت مع البيلدر بيت جديد بس في some requirements إنه الدخل الكلي للفاميلي بيكونش أكثر من 120,000 أوكي جميل يعني في الأخير يس والسعر سعر البيت ما يكونش أكثر من 4% أربع مرات الراتب أربع أضعاف الراتب أربع أضعاف يعني إذا الراتب 120,000
ال 480 is the maximum اللي فيهم يشتروا. فهذا يعني إذا عندك راتب 100,000 أو 120,000 فيك تشتري بيت كويس، بس إذا يعني تعمل 50,000 يعني أربع مرات يعني 200,000 ما تجيب لك شيء 200,000 هون. أوكي. يعني works for some clients بس للأسف for some clients it doesn't work. لكن الحكومة بهذه الحالة هو بيدفع 25,000 الحكومة بتضيف له كمان 25,000. yes تعطي له تدخل شراكة معك بالبيت ب 5% أو 10% لحد ما يسدد ال يعطوك 25 سنة مشان تسدد ال بس أنت حكيتي لي 5% وحكيتي لي 10%. 5% إذا البيت موجود بالماركت و 10% إذا البيت جديد لسه عن البيلدر حدا يشتري مع البيلدر مع ال أوكي أوكي. طيب دقائق وحنواصل معكم إن شاء الله. بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم، معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. في سؤال مهم جدا، هل الكلام اللي بتحكيه هذا يشمل كل كندا؟ في سؤال من عكا أكا بيحكي نحن في بريتش كولومبيا. نعم. هل هذا الموضوع ماشي عليهم كمان؟ يس، كل كندا. كل كندا نفس هذا، حتى كيبيك؟ يا كل كندا. كيبيك دائما لهم لهم جزيره كيبيك، جزيره العالم هيك. ان شاء الله. طيب ممتاز. انا اوكي، احنا الان فهمنا انه القادم الجديد شو لازم يعمل، شو اللي بيجري عليه. السؤال اللي بعده اللي نسأل، كيف نختار الخبير او المستشار قروض العقاريه؟ حكينا عن الاي بلندر والبي لندر والقروض الاسلاميه، وحكينا عن بعض المساعدات الحكوميه في شراء المنزل، صحيح؟ نعم. اوكي، انا بدي اجي الان اشتري بيت. الخطوه الاولى اشوف فيها ريال استيت ايجنت ولا مستشار قروض عقاريه اللي هو مورجج بروكر عشان ابدا في شراء البيت. شو الاوراق اللي لازم اجيبها عشان ابدا في هذه الخطوه؟ لانه انا يمكن يعجبني بيت حقه مليون وانا ما استطيع اني احصل على هذا القرض، فهل في داعي اني ابدا بالبحث عن بيت سعره مليون ولا ابدا في بحث عن بيت سعره 200,000؟ اضيف بس سؤال اضافه للاسئله هذه اللي سالها الدكتور جمال، هل في احد يجمع ما بين الصفتين، يكون مستشار عقاري وبروكر at the same time؟ في some people they do the same job بس مش كتير. مشان أرد على السؤال، إحنا يجي نقول للكلاينت الأحسن تبلش مع المورجج agent مشان تعرف كم الماكسيمم purchase price. يعني مشان إذا الريل استيت agent يعرف من وين يبلش. سو إذا لما تروح مع المورجج ايجنت يعمل استدي للفايل ويقول لك هذا هو الماكسيمم بيرتشيس برايس ذات يو كان افورد. بعدين يو كان ستارت وذ ريل استيت ايجنت. اند في كثير ريل استيت ايجنت لما الكلاينت يروح لعندهم يسالوهم اذا عندكم بري ابروفل من بنك او اذا حكيتوا مع خبير عقاري، فاذا قالوا لا فيقولوا لهم الاحسن تحكوا معاهم مشان نعرف الماكسيمم بيرتشيس برايس اللي هو السعر اللي ممكن يعطينا اياه البنك بالاضافه للمبلغ اللي هل البنك ممكن، يعني خاصه اللي سكان مناطق زي تورونتو البيوت كتير غاليه، فهل في بنوك فعلا ما بيقدر ياخذ قرض الشخص؟ اكيد، لانه على حسب الراتب، على حسب الراتب نحدد سعر البيت. بس في تورونتو، شفنا انا كنت في تورونتو قبل، بعدين اجيت على اوتاوا. في تورونتو في كتير عالم اذا ما فيهمش يشتروا البيت
sometimes يدوروا على بيوت اللي فيهم basements مشان يأجروا البيسمنت. فنستعمل تأجير البيسمنت as income. Yeah, كتير عالم للأسف they have to go through this مشان يشتروا بيوت لأن البيوت بتورونتو كتير غالية. صحيح. بعرفش طب هلا شو المسؤولية اللي بتحملها أنا عند ما أقدم هذا الطلب للمستشار العقاري؟ هل في مسؤولية إني لازم أشتري البيت ولا ما في إشي بيجبرني؟ لا هو لما يوميت مع المورجج ايجنت بس yeah. نعمل ستادي تبع اتس فري اوف تشارج نعمل ستادي تبع الفايل تبعك ونقول لك هذا هو الماكسيمم بيرتشيس برايس. بعدين فيك تروح مع الريل ستيت ايجنت بتشوف بيوت فيك تحط اوفر ويوجوالي لما يحط الاوفر يحطوا معاها 5 دايز كونديشن تو سكيور المورجج تو هاف ا فاينل ابروفل للمورجج وكمان يعملوا انسبكشن تبع البيت. فبهذول خمس ايام ممكن تاخذ قرار اذا بدك ريلي تاخذ البيت او بدك تشوف شغله ثانيه. طبعا الاوفر فاليد لمده معينه ولا فاليد يس على حسب الريل ستيت ايجنت هاو ذي نيغوشييت. لا الاوفر تبع البنك كم الاوفر لمده 3 شهور 90 يوم يعني 90 يوم. طيب الفيز تبعت المستشار العقاري او البروكر بياخدوها من الكلاينت ولا بياخدوها من الممول؟ احنا ناخدها من الممول لما يكون اي لندر بس لما يكون البي لندر we have to charge clients لانه we don't get anything from البي لندر. طب ممكن ناخد فكرة عن التشارج في حالة البي لندر؟ 1% من حكينا 1% اوكي amount. طيب في عندي سؤال مهم انا في شغلتين كتير ناس بتسال عنهم اللي هم اخذ فيكس مورجج لخمس سنين ولا اخذ فيكس مورجج لاربع سنين ولا فيكس مورجج لثلاث سنين ولا فيكس مورجج لسنتين كلمه فيكس هاي او اخذ فاريبل لخمس سنين شو النصائح اللي بتنصحيها؟ أكيد. So إحنا يجي لما نقعد مع الكلاينت نسأله يعني do you think بدك تقعد بالبيت أكثر من سنتين ثلاثة بدك تقعد مشان إحنا نعرف which program which rate نحط الكلاينت. إذا بيقول لي أنا بدي بس أقعد سنتين ثلاثة فأقوله الأحسن لك تأخذ سنتين ثلاثة لأنه إذا تأخذ 5 سنوات وبدك تبيع البيت في بعدين penalty لازم يدفعها الكلاينت to break mortgage. اللي هي usually depends كيف يحسبها البنك بس most of the time is 3 مرات 3 months of interest. إذا الانترست تبعك is $1,000 بالشهر so راح تدفع 3000 so usually إحنا لما نقعد مع الكلاينت we estimate إذا الكلاينت بده يقعد بالبيت أو maybe he can change or وكمان نسأل clients are you stable in your job what do you think so كمان هون نقرر إذا نحطه مع على 5 years or just like 1 or 2 years. difference between the fixed and variable. So the fixed usually the variable يكون معظم الوقت يكون أقل rate بس rate change every time there is Bank of Canada change the rate and usually أنت تأخذ the variable as نقوله إنه ال rates تبع البنك of Canada minus for example 50 points or 4 points so هلا is 245 ممكن يكون 2.5 2.05 بس إذا طلع ل 3 you are looking at 2.6 usually the fix أحسن لأنه you negotiate rate ويقعد معك 5 سنوات يعني ما بيتغير بس الفاريبل يتغير يعني ما في ريسك نهائيا زي ما it's the same. Okay. They want to take a risk. يقول لك لأنه الفاريبل always ناقص وإحنا حاسين إنه الريت عم ينزل لكن اللي أخذوا السنة اللي فاتت هلا أحسن الريت تبعهم أحسن كتير لأنه الريت نزل كتير نزل من 3.95 نزل ل 2.45 so it's a big jump. بس إحنا usually إذا حدا يعني أول مرة يشتري بيت نقول الأحسن it's تاخذ fix and you are secure for 5 years. وكمان طيب. we تفضل
usually لما تاخذ 5 years البنك بعدين يعني you have the contract فالبنك مش حي يقول لك اذا لساتك عم تشتغل you have to prove the income. بس اذا تاخذ 2 years then you have to renew the mortgage, لازم تعمل new application like لازم يشوفوا اذا عم تشتغل من اشتغل اذا عن يعني عم تدفع كويس للmonthly payment. So usually in all in only client either if you think that you're going to stay in the house for a long time خذ لك 5 years you never know what happened بالخمس سنوات ممكن you lose your job ممكن something happen at least you don't lose تعرف تعمل you don't have to do renewal بعدين ما يشتغلش it doesn't work with the bank. طيب يعني انا بدي نصيحه للي newcomers بتنصحيهم يشتروا البيت تبعهم متى؟ بعد أول سنة؟ بعد ثاني سنة؟ لأنه سمعنا عدة نصائح اللي بيحكي استنى سنة أو سنتين حتى تعرف المكان اللي أنت حتسكن فيه، استنى شوي حتى تعرف دخلك، استنى شوي أو ما تستناش، لا تستنى، ادخل مباشرة واشتري، وفر على نفسك فلوس، واللي بتدفعه للأجار ادفعه للبيت اللي بتشتريه وهكذا طبعا. فمن بين هذه النصائح ايش النصيحه اللي بتقدميها متى يشتري الشخص الجديد يشتري منزلا؟ الشخص الجديد لما يجي على كندا احنا نفضل اول سنه يشتري البيت لانه ممكن usually البروجرام فور نيو كامر از 5 years بس هلا البنوك عم تغير البوليسيز تبعهم يقول لك 3 years لازم يكون اجى in the past 3 years. So بعدين بعد سنة إذا عندك 35 ما لقيت شغل بعد سنة البنك يقول لك أنا ما فينيش أعطيك لأنه بقالك سنة مش ملاقي شغل. لما تكون جديد على البلد عندك 35% عندك 12 months الأحسن تشتري لأنه you never know السنة الجاي إذا تلاقي شغل ولا تلاقي شغل لكواليفاي للمورغج. يعني هم بيعطوا يعني بكون في excuse للنيوكامر في التعامل مع البنك وبالتالي إذا اشترى من خلال الثلاث سنوات الأولى بكون له اعتبارات خاصة إنه newcomer. yes newcomer usually 5 years بس عم نشوف يقولك تكون إجيت على كندا in the past 5 years بس هلا some of the banks they ask for just 3 years يقولك لازم تكون هون من ثلاث سنوات بس. okay. يعني الناس اللي ما اشتروا وصار لهم الآن موجودين نحكي أقل من 5 سنوات فيتداركوا نفسهم. أكيد. أوكي نصيحة مهمة. في سؤال مهم جدا، أنا أخذت مبلغ من البنك وبدفع قاعد الدفعات الشهرية سواء أعتقد عندهم في باي ويكلي في مونثلي وفي ويكلي صح؟ الآن بدفع أنا دفعاتي بغض النظر، بس في شغلتين بشوفهم دائماً، في interest وفي principles. ممكن تشرحي لنا شو الفرق بينهم؟ أكيد. principle هو أنت عم تدفع من حق البيت، يعني يرجع يعني عم تدفع من حق المورجج من حق البيت، يعني هذه المصاري ترجع لإلك إذا بعت البيت. أوكي. The interest is usually the bank لما يقولك 3% interest يحسبوها بالسنة كم 3% من mortgage وتدفعها monthly. So هذا يروح للبنك. أوكي. طبعاً بذكر الجميع إذا عندكم أي أسئلة بتحبوا تسألوها حطوها في الكومنت وإحنا إن شاء الله حنسألها مباشرة للخبيرة المستشارة العقارية مستشارة القروض العقارية الأستاذة سارة. في سؤال من أكا بسألك بالنسبة للي إلهم واردات مالية من خارج كندا، يعني هو قاعد هون وزوجه أو زوجته بيشتغل في أمريكا أو في الخليج، هل يعتبر هذا دخل وكم بفيد هذا في موضوع المورجج؟ yes. So, لازم الشخص اللي يكون يشتغل برات البلد لازم يكون كندي مشان فيه يروح مع فيه ياخذ قرض ولازم 35% down payment as well. بس أنا كأنه فهمت من السؤال إنه هو resident في كندا لكن بيجي له عوائد من خارج كندا. ما بيشتغل في كندا بس هو resident لكن بيجي له عوائد من خارج كندا. لا ما فيناش نستعمله الناس نحط الشخص اللي for example إذا الشخص هو الزوج أو الأم أو الأب
ممكن إذا كانوا كنديين فنحط المورجج على اسم الاثنين، الاسم الشخص اللي موجود بكندا والشخص اللي موجود برات كندا ونعتبره. يعني مثال، أنا عندي بيت في 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 الأردن وبأجره وبيجي لي مدخل منه، فهل هذا يعتبر دخل؟ يعتبر دخل إذا if you declare it in Canada. If you declare it in the tax. The taxes, okay. Yes. Okay. وعلشان to declare it في taxes أنت هتدفع عليه taxes ال. أكيد. أوكي أوكي. طيب الآن شو رأيك دكتور جمال ندخل على مرحلة كورونا ونشوف الأحوال؟ في سؤال لسه من رافد. رافد بيحكي تحيتي للضيف الكريم والأستاذ محمد دكتور جمال، عنده سؤالين. الأول، هل يمكن للقادم من أمريكا، هو رافد I think إنه كان رافد، ما أعرف هو رافد اللي أعرف ولا لا، المهم كان في أمريكا وجاء على كندا، هل يمكن استخدام نقاطه في أمريكا اللي هو الكريدت سكور تبعه في yes. كندا عندما يبدأ العمل في كندا؟ والسؤال الثاني، هل تختلف سياسة القروض هذا العام باختلاف نوع عمله في كندا مع هذا القادم باختلاف نوع عمله؟ yes في usually كندا US عندهم same rating so واحد جاي من US بنستعمل الكريدت سكور، واذا لقى شغل هون بكندا او some people عندهم يعملوا لهم ريلوكيشن من امريكا لهون، فنستعمل شغلهم، نستعمل انكم بكندا ويعتبر as well newcomer. اوكي تفضل. طيب ننتقل على المرحله التي نعيش، مرحله كورونا. في مرحله كورونا كل الناس تركونا. الآن إيش أحوال العقار؟ بنحكي عن 500,000 كنا، هل المسألة زادت عن 500,000؟ قلت عن في ناس حكوا يا هلا بالكورونا حتأثر على العقار والعقار حينزل، اللي كان ب 500,000 حنصير نشوفه ب 300. في ناس حكوا لا، العقار عماله بيغلى وبيعلى أكثر وأكثر، ف يعني طمنينا إيش الوضع؟ هو نفساتهم نفس السعر، وبالعكس شايفين الأسعار عم تزيد، لأنه مع الكورونا في كتير عالم مش عم يحطوا بيوتهم للبيع، فلما يكونش بيوت موجودة في كتير موجودة في الماركت، فيصيروا لما العالم يحطوا offers يصير يحطوا أكثر وأكثر مشان بدهم ياخذوا البيت. يعني البيت يكون حقه 450 ممكن ينباع ب 520. اوكي what we are seeing now. في عالم عم يقولوا انه ممكن ينزل 10% next year، بس هلا what I'm seeing من تعاملي مع الكلاينت مع real estate agents للاسف الاسعار عم تزيد. اوكي طب في قوانين راح تطلع جديد ب 1/7 والكل متخوف منها، راح يزيدوا الستريس، راح يزيدوا زادوا الستريس علينا قبل ما يطلع القانون، احكي لنا عن هذا القانون. اكيد سو جولاي 7 CMHC اللي هو اتس فاينانس اتس جوفرنمنت انستتيوشن، لما تشتري بيت اقل من تحط داون بيمنت اقل من 20% يوجوالي البيت لازم يكون انشورد مع CMHC، فلازم تدفع في فائدة تدفعها مشان to secure the mortgage، مشان in case ما دفعتش البيت CMHC ياخدوا البيت، هم اللي يدفعوا للبنك وهم يتحملوا الريسك تبع البيت. فهذا financial institution حكومية. July 1st الكريدت سكور كانوا more flexible بالكريدت سكور، كانوا يقولوا إنه المينيموم لازم يكون 600، هلا يقول لك المينيمم لازم يكون 680 لاتليست واحد من الابليكانت. اوكي سو معناته انه اي حدا عنده less than 680 ويكون يعني مين ابليكانت، للاسف ما فيش يشتري مع less than 20%. اوكي اذا كان الريت تبعه الكريدت سكور اعلى من 680 بيقدر يدفع اقل من 20%. يس yes. اذا وبيدفع عليها انشورنس للاس ان ام اس ام اتش. اوكي هذه هاي الشركه تبعتكم. طيب اذا النسبه 20% فما اعلى
ما بدفع هذا الانشورنس. اوكي هذا الانشورنس مسترد اذا خلص ال 20% ولا خلص؟ لا هو الانشورنس هذه تكون بين 3-4% من المورجج بيدفعوها للمورجج. اوكي بيدفعوها للاكل على المورجج وتدفعها لمدة 25 سنة، تدفعهاش مرة واحدة، تدفعها 25 سنة. أوكي. فما بتشعر فيها بس هي مبلغ. طيب يعني الآن النصيحة بعد اللي أنت بتشوفيها، اللي حاب يشتري بيت في الآن في الظرف الحالي يشتري الآن وما يتردد ولا يستنى بعد ما تنفتح البلد ويصير في خلاص الأمور صارت على الأبواب، يعني المفروض البلد الآن بتنفتح تدريجياً، يعني أتوقع في نهاية جولاي تكون أو في بداية جولاي تكون بدأت الناس تشتغل، يعني يستنى لشهر شهرين ولا يستنى لسنة؟ ما هلا في كتير تغييرات بالبوليسي، so you never know what happened tomorrow. So هلا يعني like for example سو حصل مع CMSC، so هلا في CMSC وفي two other private institutions يقدموا نفس الانشورنس. So هلا we know انه July 1st CMHC is the only one who will do this. بس the other ones may follow. So نقول للكلاينت هلا لانه هلا اذا عندك كريدت سكور اقل من 680 مش حتعرف تشتري بيت بعدين. لازم تستنى سنه للكريدت سكور يتحسن ومشان تشتري بيت. وكمان في كمان انا كمان غيروا الداون بايمنت، اذا ما فيكش تاخذ لاين اوف كريديت اللي هو نون تراديشنال داون بايمنت يعتبروه. سو افتر جولاي 1 منعوا الداون بايمنت يكون مش من السيفنجز. كمان في قانون ثالث كمان غيروه، احنا عندنا جي دي اس والتي دي اس هادو برسنتج نحسبها مشان نعرف اف الكلاينت كان كواليفاي الماكسيموم بيرشيس برايس. سو جي دي اس هو هلا 39 as of July 1st حينزل ل 35 والتي دي اس هلا 44 راح ينزل لل 42. هذا معناته اي شخص بده يشتري بيت هلا ب 500 بعد July 1st ما فيش يشتري فيه يشتري ب 450 بس الماكسيموم بيرشيس برايس لانه الجي دي اس والتي دي اس نزلوا. اوكي مش عارف شو معناها انه بدهم شيء انا نشتري ولا بدهم ايانا نشتري بدهم ايانا ناخذ قروض ولا ما ناخذ. طيب انا يعني بدي احكي شغله اللي فهمته منك استاذه ساره انه الافضل انه نجد مستشار قروض مش في البنك بحيث انه يقدر يدخل ويشوف كل الريتس اللي موجوده في السوق، لانه اذا بنروح على بنك معين مثال بنك سين بنك جيم بنك اكس بنك واي راح بس يدور لي في المورجج في البنك اللي عنده، اما المستشار العقاري اللي زي حضرتك بيقدر يعطيني 70 او 80 حكتي لي احنا نشتغل مع 70 لندر فممكن يعطيني يعني اسهل اني اقدر اعمل معاه شوبينج، يعني زي اللي بروح بفتح لي الامازون والاي باي وكلهم مع بعض بدل ما اروح على موقع واحد، صح ولا لا؟ Yeah, that's correct. وكمان في كثير لندرز من غير البنوك الكبار عندهم البوليسيز تبعهم are more flexible. So sometimes في كلاينتس ما عرفناش نجيب لهم المورجج مع البيج بانكس، بس لما رحنا مع other financial institutions كان فينا نستعمل فينا نجيب لهم mortgage وكان الريت أقل من ستيل أقل من البنوك الكبار. جون بيسألك هل رواتب الأطفال تحسب income؟ نعم 100% نأخذ للراتب. أوكي الله يكثر منهم إن شاء الله. آمين آمين. في سؤالين عندي. الآن افرض أنا أخذت مورجج وعندي دفعة شهرية نحكي $1,200 بالشهر أو $1,400 whatever. أوكي آخر سنة توفر معاي مبلغ $15,000 وبدي أحاول إني أسرع من دفع المورجج، هل بقدر أدفعه
بالسنة؟ هل في هناك نسبة بقدر أدفعها لهذا الموضوع؟ نعم، في على حسب البنك اللي العقد والبنك، ممكن تدفع من 15% ل 20% من حق المورجج كل سنة. So, في كثير عالم فور اكزامبل تروح مع بنك يقرروا يقول لك اه فيك تدفع توايس المونثلي بيمنت مشان تنقص من المورجج، بس احنا نقول للكلاينت اذا عندك مصاري خليها لاخر سنه وتدفعها احسن، لانه مش حتدفع معاها ضرائب فوائد، لانه لما تعمل دبل بيمنت بالشهر عم تدفع دبل انترست. سو الاحسن المصاري تخليهم لاخر السنه وتدفعها من يعني ما عليهاش انترست، وتدفعها بتنقص من سعر البيت. وهذا يعطيك اياها بس المورجج ايجنت، ما يعطيك اياها البنك طبعا ما بده. طيب السؤال الثاني اللي بدي اساله، هل لما انا ان شاء الله كنا هيك نخلص المورجج، هل في اجراءات بعد ما تنهي المورجج، ولا فقط خلص بتنهي المورجج بعطوك لتر انك انهيت المورجج وانتهى؟ هل في اجراءات نقل ملكيه وما نقل ملكيه؟ لا، هو العقد تبعك يقول لما تخلص المورجج خلص البيت يصير لك، فما فيش اديشنال دوكيومنتس، فيعني بنتهي هيك الموضوع، يبعث لك ورقة ريليس من المورجج. أوكي واضح. طيب أعتقد أنه في سؤال أنا شفته من الجمهور في أيوة هون، يعني إذا الواحد عنده فيزا كارت ولغاها بيقدر يشتري بيت؟ عنده فيزا كارت، هلا اللي فهمته انا من الاستاذه ساره انه اذا عندك فيزا كارت مش عشان تشتري البيت، الفيزا كارت عشان تبني الكريدت سكور تبعك. بغض النظر انت قديش عندك فيزا كارت، المهم الكريدت سكور تبعك يكون كويس. ارجع ذكرينا بالسكور اللي لازم يكون عنده. هو احسن شيء 680 مشان يكون عندك ريت كويس، الفائده تكون قليلة. طيب إذا 680، أنت ممكن تفحص الكريدت سكور عن طريق البنك تبعك أو عن طريق إيكوافاكس، في موقع اسمه إيكوافاكس، هو شركة خاصة بس معتمدة من الحكومة الكندية، وفي أعتقد شركة تانية شو اسمها أستاذة سارة؟ كريدت كارما، بس مش نفس الليفل. إيكوافاكس تقدر تفحصه إذا 680 فما أعلى، وممكن المستشار العقاري هو اللي يفحص لك إياه، صح؟ أكيد، يا إحنا لازم نعمله مشان نبعته للبنك. طيب أنا عندي سؤال أخير، يمكن يكون هو السؤال الأهم في حلقتنا هاي. في ناس ما بقول لك أنا ما في مستشار عقاري قدر يجيب لي قرض، هل هذا موجود؟ هل في ناس فعلا يمكن انه ما نقدر نعطيهم قرض نهائيا، ام في حلول؟ في ناس اللي عندهم very bad credit للاسف، صعب يعني فينا نجيب لهم قرض مع private lender، بس الريت حيكون كتير عالي، يقدر يكون 7%. اوكي يعني في حل، بس بيكون ما فيناش نقول ما فيش حل. أوكي. بس احنا يعني لما نحكي مع الكلاينت نقول له يعني في حل، بس الاحسن تستنى شوي وتحسن الكريدت سكور، لانه ما بدنا نحطك مع برايفت وتدفع 7%. اوكي احنا كنا بدنا ننهي، بس شكله الاخوان عم بكتبوا ديسابيليتي شو وضعه. جاوبنا هذا السؤال يا زكريا لك بالذات، حكت الاستاذه ساره انه ممكن يستخدموه كانكم، وطبعا هو باكج كامل، فإذا الديسابيليتي إنكم تبعك بكفي المورجج اللي حتدفعه بيعتبروه إنكم. في سؤال من يوسف، من فضلك على ماذا يعتمد دفع البروبورتي تاكس؟ ليش بعض المناطق غالية والبعض رخيصة، وشنو تشمل دفعات البروبورتي تاكس؟ هي البروبورتي تاكس الماكسيموم is 1%، ويكون عالية لأنه سعر البيت يكون عالي، لأنه بتورونتو سعر البيت 700,000 وهون بيتسوى
أرخص. So هي usually أقل من يعني 0.75%، بس الماكسيموم is 1%، وهذه لازم تدفعها للحكومة للسيتي مشان السيتي مشان الخدمات اللي يعملوها تنظيف الشوارع، هذه للأسف لازم يدفعها كل سنة. قبل شراء قبل أن أشتري أرض وبناء بيت فيها يكون أكثر كلفة من شراء البيت جاهز، هل هذا صحيح؟ قيل أن شراء أرض وبناء بيت فيها يكون أكثر كلفة من شراء البيت جاهز. هو لما تشتري الأرض إذا بدك تأخذ المورجج على الأرض لازم يكون عندك 50% down payment. وبعدين لما تبني على حسب البيلدر اللي يبني لك إياها ممكن تكون أكيد تكون أغلى كتير. حتى إحنا هلأ نشوف إنه البيوت موجودة بالماركت ستيل أرخص من البيوت تبع البيلدرز. عشان 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 هيك الحكومة بتعطي 10% على البيوت اللي بتكون عند البيلدر. أوكي. وأتوقع هو عشان هون في كتير كمان لما أنت تبني بيت بيكون في كاستمايزيشن كتير، وعادة البيلدر اللي بيبنوا لك بيت مش البيج بيلدرز، فبكون الكوست عليهم عالي أعلى من البيج بيلدرز بيشتروا بلك. فأنا هاي شفتها عند أصدقائي اللي بنوا بيوت، ففعلا قالوا إنه الكلفة كانت كتير أعلى لأنه كل شوي بيعملوا كاستمايزيشن، زيد هاي لا هاي تفرقش كتير، فبيطلع الكوست essentially. في سؤال هون، هل فحص الكريدت سكور يؤثر أو ينقص من الكريدت سكور سمير؟ نعم بنقص، هو بنقصش كتير، بس إذا بتعمل كتير تشيكين يعني إذا for example إذا بتشتغل مع كتير يعني متروحش بس لشخص واحد، تروح لديفرنت mortgage agents وكل واحد يعمل لازم يعمل كريدت تشيكين، فبينزل لك ينزل السكور for sure. طب في أنا أروح على 3-4 mortgage broker وأسألهم واجيب لهم أنا الكريدت سكور بدون ما هم يفحصوا، ولا لازم هم يفحصوا؟ هو إحنا usually لأن السيستم هو اللي يعطينا الأنسر، فالسيستم هو لازم يطلع الكريدت سكور ويطلع كل الليابيليتيز، بس sometimes إحنا we are more flexible نأخذ الكريدت سكور من Equifax ونعمل يعني approximately الحسابات ونقول we still need 5 days لما تحط الأوفر to make sure إنه كل شيء تمام. إحنا usually نتأكد من الكلاينت إنه بده يشتري هلأ، إذا if he's just يشوف بس إذا بده فيه يشتري ولا لا، نطلب نقول الأحسن جيب لي أنت إيكويفاكس وأنا بقول لك الأنسر، بس إذا ريلي بده يشتري نعمل إحنا الكريدت شيك. أوكي. لأنه في سوفت كريدت شيك وهارد كريدت شيك. هو يعمل سوفت وإحنا نعمل الهارد. آخر سؤال عندنا آخر سؤال، لو عندي الكريدت سكور فوق 800 يعني ممتاز ومعي 10% داون بيمنت، بقدر أشتري بيت 900 ألف حقه؟ على حسب الفايل، إحنا في كتير حسابات لازم نعملها، إذا الشخص ممكن يتواصل معي أوفلاين فيني أعمل حسابات لأنه it depends إذا عنده monthly payments for car for إذا عنده student loan so it depends. أوكي. هذا رقم الأستاذة سارة إذا حدا حابب يتواصل معها. تفضل أستاذ محمد. أنا بدي أشكر الأستاذة سارة صراحة، يعني مع إنه العنوان بيخوف لكنك طمنتينا، وأتوقع إنه كثير من الأصدقاء شافوا لهم طرق وشافوا لهم مجالات يعيشوا في هذا في هذه الأجواء، يمتلكوا بيوت زي الدكتور جمال مش لحاله، يكون عنده هالقصر اللي وراه فالبستان هذا، فيعني صار الكل مطمن، وأنا يعني بدوري هنا بدعي للجميع إن شاء الله ربنا يرزقهم المسكن المستقل اللي يملكوه ويتملكوه، وأمامكم الناس المستشارين اللي بيساعدوكم في هذا في تأمين الظروف المناسبة عشان تسددوا براحتكم، ويعطيكم العافية. شكرا كثير. أستاذة سارة أنا بدي أعطيك آخر دقيقة إذا بتحبي تتواصلي مع جمهورك تحكي لهم أي شيء.
أكيد. أنا يعني بعطي نصيحة للمشاهدين إنه ما تقول إنه ما فينيش أشتري بيت، عندي مشكلة، عندي ما عنديش جاب. سو تواصلوا مع المورجج ايجنتس وهم ممكن يلاقوا لكم حلول، يعني بدل ما تقعدوا تستأجروا وتدفعوا كثير مصاري بالأجار، الأحسن تشوف الأوبشنز. إذا في أنا اشتغلت مع كثير كلاينت، سمتايمز بشتغل مع الكلاينت لمدة سنة مشان يحسن الكريديت سكور، مشان يلاقي شغل. سمتايمز بيكون عنده شغل قليل، بقول الأحسن تغير شغلك. فنعطيهم نصائح لأنه إحنا خبرين بالماركت ونعرف البنك شو بده. فيعني it's a good advice to تستشير خبير ويعطيك الأدفايس اللي بيساعدك. نعم أكيد. إذن باسمكم باسم كنار تي في حابين نشكر الأستاذة سارة. حنحط المعلومات، طلبوها مرة ثانية الإخوان، حنحطها على الشاشة وموجودة في الكومنتس، ممكن تطلعوا فوق تلاقوها. نشكر الأستاذة سارة على إعطائنا هذا الوقت. نوعدكم إذا في 10 أسئلة زيادة على نهاية الحلقة راح نستضيف الأستاذة سارة، وأتوقع إنها ما بتبخل علينا في حلقة أخرى من وقتها وقت في خلال أسبوعين ثلاث ممكن نعمل حلقة ثانية إذا في أسئلة فعلا ما جاوبناها في الحلقة. كنار تي في تعهد وأخذ على عاتقه إنه يحاول إنه يجيب لكم الخبراء اللي ممكن يعطوكم المعلومة الصحيحة وعشان يفيدوكم في حياتكم في كندا. هذا واجب علينا، وإن شاء الله راح إن شاء الله رب العالمين طموحاتكم تكون هي نفس طموحاتنا ونقدر نلبيها ونوصل لكل بيت في المهجر ونساعد الناس يعني بالخطوات الأولى لعمل أي شيء، سواء بزنس، سواء شراء منزل، سواء أشياء طبية. يعني عم بنحاول بكل برامجنا أن نكون متنوعين. غدا تابعونا عندنا حلقتين، حلقة الساعة 7 حوار الحضارات، وحلقة الساعة 9 إن شاء الله حتكون عن الحزب المحافظين. الحلقة الثانية إحنا حلقة الثانية يعني نعم الحزب المحافظين نعم يعني الحلقة الثانية. حكينا في الحلقة الأولى عن التاريخ، اليوم في الحلقة الثانية حنحكي عن أشياء أخرى. تابعونا غدا إن شاء الله وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير، شكرا كثير، مع السلامة.